أهلا وسهلا فيكم مع الماث فور فن، وهلا خليني أخبركم كيف بنستخدم trigonometric ratios تنوجد missing sides or angles. يعني how do you use trigonometric ratios to find missing sides or angles. لاحظوا هلا مثلا بالفيديو الماضي خبرتكم كيف بنجيب sin 30 cosine 30 tangent 30 وطلعت معنا الأجوبة، وطلعت معنا sin 60 وcosine 60 وtangent 60، وكمان بنفس الوقت خبرتكم كيف بنطلع sin 45 والcosine 45 والtangent 45 باستخدامنا للترينجلز اللي هن 45 45 90 و 30 60 90. هلا بدنا نستخدم هودي الرولز تنوجد missing side او missing angle. رح نبلش اول شيء بالsides. مثلا لاحظوا هيدا الترينجل، في عندي side من الترينجل بيساوي 6 وside الhypotenuse بيساوي x. طيب بتطلع انا على اي angle بدي اياها، بتطلع مثلا ممكن اخذ انا ال 45 اللي تحت، هيدي الانجل 45، السايد 6 شو يعتبر بالنسبة لها؟ يعتبر adjacent. طيب والhypotenuse؟ hypotenuse already be right triangle. معناتها صار فيني استخدم انا الكوساين. ليش؟ لانه اذا بنتذكر الكا كوساين adjacent hypotenuse، فبكتب كوساين 45 شو بتساوي؟ بتساوي 1 over radical 2 مثل ما طلعت معنا من قبل. لازم تكونوا حافظينها، بتساوي اللي هي قديش 1 over radical 2. وهلا بعمل comparison بين ال 1 over radical 2 وبين الratio يلي بتطلع معي بترينجل. قديش الratio للadjacent over hypotenuse بترينجل؟ بتساوي 6 over x اللي هو adjacent 6 والhypotenuse اللي هو x. هيك صار فينا هلا نعمل مقارنة بين هون ونحسب الx قديه بتساوي. فإذا بنقول 1 over radical 2 equals 6 over x، هلا فينا نعمل cross multiplication. بنقول 1 times x بتعطيني قديش؟ بتعطيني 1x. وهلا بناخد الثاني يلي هي 6 و radical 2 بنضربهم ببعض بيطلع عندي 6 radical 2. هلا 1 times x بتعطيني x equal to 6 radical 2، وهيك بيكون الجواب طلع معي وخلصت. طيب تعال نشوف سؤال ثاني. إذا كان عندي أنا 30 60 90 triangle، لاحظ ال adjacent لل 30 بيساوي x والhypotenuse قد ايه بيساوي؟ بيساوي 12. وبنفس الوقت عندي الانجل 60، كمان الاكس بالنسبه لل 60 هو يعتبر الاوبوزيت، وبالنسبه لل 60 ال 12 هي تعتبر هايبوتنوس لانه الهايبوتنوس ما بيتغير. مين اللي بيتغير؟ بيتغير الاوبوزيت والادجيسنت حسب الانجل يلي انتم عم تاخذوها. طيب هلا فينا انا استخدم 60 وجيب trigonometric ratios لل 60. شو الساين لل 60 بتساوي؟ sin 60 بتعطيني opposite over hypotenuse يلي هي بتساوي radical 3 على 2 مثل ما حافظينها. فهلا بما انه هي بتساوي radical 3 على 2 شو بنحطها؟ بتساوي opposite على الhypotenuse. مين الopposite لل 60؟ هو x، ومين الhypotenuse؟ 12، فبنحطها x على 12. هيك بنعمل هلا صار مقارنة بين radical 3 على 2 وبين الx على 12، وبنعمل cross multiplication وبنحسب الx. نضرب 2 times x as a cross multiplication first، وبنرجع نضرب 12 times radical 3 بيطلع عندي 12 radical 3. هلا في عندي 2 مضروبه بالx بدنا نتخلص منها، فينا نعمل divide by 2 divide by 2 المينتين، بنعمل 12 divide by 2 بيعطيني 6، وهيك طلعت معي x equal 6 radical 3 وانتهى الموضوع. يعني شغله ما لنا صعبه، بس اهم شيء نكون حافظين trigonometric ratios لل 30 وال 60 حتى نقدر نكتبهم بسرعه وما نضيع وقت. طيب خليني هلا اوضح لكم شغله حتى نتاكد انه الجواب اللي هو 6 radical 3 فينا نطلعه كمان حسب ما تعلمنا بترينجل 30 60 90. مثل ما ملاحظين ترينجل 30 60 90 الهايبوتنوس از 12 وهو ذا لونجست سايد. تتذكر شو حكينا لما بدنا نجيب ذا شورتست سايد؟ من 12 للشورتر سايد بنعمل ديفايد باي 2، ف 12 باي 2 بتعطيني 6. وهلا من الشورتست للميدل سايد بتتذكر شو بنعمل؟ بنعمل شورتست تايمز radical 3. إذا استخدمتوا trigonometric ratios أو استخدمتوا 30 60 90 على الميلتين بده يطلع معكم نفس الأجوبة. لاحظوا هلا في عندي triangle، في عنده one side equal to 9 اللي هو middle side، والhypotenuse اللي هو longest side بيساوي x. كيف بدنا نجيب الx؟ 9 تعتبر adjacent لل 30 والx يعتبر hypotenuse، ففينا نستخدم cosine 30 بالحالة. أول واحد استخدمنا 60 اللي فوق، هلا فينا نستخدم 30. طيب لو استخدمت ال 30 وانا استخدم الكوساين، لانه عندي adjacent و hypotenuse نستخدم كوساين. فاذا كوساين 30 already، الكوساين 30 شو بنعرف انها بتساوي؟ بتساوي radical 3 على 2، هيدي لازم نكون حافظينها. بنفس الوقت من التراينجل هلا شو بتساوي؟ adjacent over hypotenuse. مين الadjacent؟ 9 والhypotenuse x، فبنحط 9 على x. هلا بنعمل cross multiplication تنوجد الx. نضرب x radical 3 as a cross، وبنفس الوقت نضرب 2 times 9 بيعطيني 18. هلا عندي radical 3 مضروبة بالx، فإذا بعمل divide by radical 3 divide by radical 3 الميلتين للإيكويشن بيطلع معي x equal 18 over radical 3.
طيب مثل ما ملاحظين هلا بترينجل، ترينجل حكينا عنه 30 60 90، وانا الصايد يلي معي اياه جيفن هو الادجيسنت يلي هو مواجه الزاويه 60 يلي هو يعتبر الميدل سايد. بما انه هو الميدل سايد انا بدي اوجد اللونجر سايد اللي هو الاكس، فاذا بنتوجه للشورتست. من الميدل للشورتست شو بنعمل؟ بنعمل ديفايد باي راديكال 3. تذكروا من الشورتست للميدل بنعمل ملتبلاي باي راديكال 3، من الميدل للشورتست بنعمل ديفايد باي راديكال 3. فهيك طلع عندي 9 اوفر راديكال 3. طيب من الشورتست لللونجست شو بنعمل؟ بنعمل ملتبلاي باي 2. فاذا 9 ديفايد باي راديكال 3 ملتبلاي باي 2 بيطلع عندي 18 اوفر راديكال 3. وقارنوا الاجوبه 18 اوفر راديكال 3 18 اوفر راديكال 3، نفس الجواب بطريقتين. هلا اذا بدنا نعمل راشنلايز للدينومينيتور، انتم بتعرفوا شو بتعملوا، بتضرب فوق وتحت براديكال 3 براديكال 3. مثل ما ملاحظين تحت في عندي راديكال 3 مكرره، ففينا نشيل الراديكال بيطلع عندي 3، وفوق بيطلع عندي 18 راديكال 3. هيدا هو جواب نهائي. طيب هلا صار في عندي مشكله كبيره اللي هي انه بطل فيني استخدم السبيشال انجلز اللي هن 30 و 60 و 90، فصار في عندي ديسيمال. بما انه صار في عندي ديسيمال فصرت انا بحاجه لاستخدم كالكوليتر. مثل ما ملاحظين عندي one side من الترينجل بيساوي 12.5، والسايد الثاني بيساوي x، الهايبوتينيوس منه given. فهلا صرت بدي اطلع انا شو هي trigonometric function يلي بدها تجمع بين الاوبوزيت للانجل وبين الادجيسنت. انا عندي انجل 12، سايد x شو يعتبر بالنسبه لل 12؟ يعتبر اوبوزيت. سايد 12.5 شو يعتبر؟ يعتبر adjacent. فصار انا هلا بدي فتش على اي وحده بتعلمناهم الساين والكوساين والتانجنت يلي بتربط بين الاوبوزيت والادجيسنت. مين يلي بيربط بين الاوبوزيت والادجيسنت؟ يلي هي توا، تانجنت اوبوزيت ادجيسنت. فاذا صار فيني اقول هلا تانجنت 12 شو بتساوي؟ بتساوي اوبوزيت اللي هو اكس اوفر ادجيسنت يلي هو 12.5. وهلا صار تعتبر كايكويشن، في حلها كايكويشن. ففيني اقول هلا اكس بتساوي 12.5 مضروبه بمين؟ بتانجنت 12. ليش؟ لانه انا فيني اعمل كروس مالتيبليكيشن. فاذا x equal 12.5 times tangent 12. هلا بدنا نستخدم كالكوليتر لنحسب tangent 12. فيكم تحسبوها، بيطلع معكم approximately بتساوي 2.66، وفي ارقام بعدها مشان هيك عملنا rounding وحطينا approximately. طيب اذا في حال عندي هلا missing angles not missing size، اذا في حال عندي missing angles، عندي angle x وعندي angle y، كيف بدي احسب الانجل x والانجل y؟ نفس الطريقه اللي حكيناها. لو اعتبرت هلا انا الانجل x ال1 اللي مكتوبه بتراينجل هي تعتبر شو بالنسبه للاكس؟ هي يعتبر الاوبوزيت سايد للاكس، والهايبوتينيوس اللي هو ال4. فصار فيني انا اربط بين اوبوزيت وهايبوتينيوس. طيب مين بيربط لي بين الاوبوزيت والهايبوتينيوس؟ اللي هي ساين للاكس. فاذا بما انه عندي اوبوزيت وهايبوتينيوس صار فيني اكتب شو؟ صار فيني اكتب ساين اكس ايكوال اوبوزيت اوفر هايبوتينيوس اللي هي 1/4. طيب بما انه عندي ساين اكس ايكوال 1/4 وانا بدي احسب الاكس، الاكس منو سايد، الاكس انجل. هلا كيف بدنا نتخلص من الساين يلي حد الاكس؟ انتبهوا، هيدي الساين مش مضروبه باكس، اتس نوت ساين تايمز اكس، اتس ا ساين اوف ان انجل. فاذا بدي انا اتخلص من الساين وجيب الاكس لوحدها، في طريقه بسموها الانفرس اوف ذا ساين. شو الانفرس للساين؟ اللي هو يعتبر ساين انفرس يلي هي ساين ماينس 1. ساين انفرس وساين هودي بيروحوا بعض. فإذا تنحسب الاكس بنحط ساين انفرس للساين، هيك بتروح الساين انفرس والساين، بضل في عندي اكس لوحده. على ميلتي اليمين شو بضل في عندي؟ في ساين انفرس اوف 1/4. هيدي انتبهوا، ساين ماينس 1 هي مش عباره عن ساين تو ذا باور ماينس 1. في فرق بين باور ماينس 1 وبين الساين انفرس. روحوا للكالكوليتر، طلعوا على الكالكوليتر في شيء محطوط شيفت ساين، فهي هي اللي بتعطيكم ساين انفرس. امتين مستخدمة لما بدنا نجيب الانجل، بكونوا عاطينك ساين اوف ان انجل ايكوال لرقم، بدنا نجيب الانجل بنعمل هيدي الطريقه. فلاحظ هلا ساين انفرس اوف 1/4 على الكالكوليتر بدنا نكتب شيفت ساين، بتحط شيفت وساين على الكالكوليتر بيعطيك قديش الجواب تبع ال 1/4، فبيطلع عندي 14.5 ابروكسيميتلي، لانه بعد في عندي ارقام بعد الدسيمال، فهيدا الراوندينج تبعه. هيدي رح خليها هلا هون، ليه؟ لانه رح نستخدمها بعد شوي بايديا صغيره حلوه بدي الفتكم نظركم لها. هلا بالنسبه للانجل واي، لاحظ السايد ال1 شو بنعتبره بالنسبه للانجل واي؟ يعتبر adjacent. طيب والسايد ال4 هو اوتوماتيكلي هايبوتينيوس، للاكس ولا للواي هو هايبوتينيوس لانه واجه الزاويه 90. طيب هلا صار فيني استخدم الواي، فنستخدم الواي
بدنا نستخدم adjacent و hypotenuse. مين ال adjacent و hypotenuse يلي بربطهم ببعض؟ بيربطهم ببعض ال cosine y. فبنقول cosine y equal adjacent over hypotenuse يلي هي 1/4. هلا تنتخلص من الكوساين مثل ما عملنا بطريقة الساين، بنحط cosine inverse cosine inverse على المينتين للإيكويشن، هيك بنتخلص من الكوساين، بضل في عنا y لوحدة. فصار في عندي y equal cosine inverse of 1/4. بتروح على الكالكوليتر بتكبس shift cosine 1/4 وبيطلع مع الجواب قديش؟ بيطلع مع الجواب 75.5. طيب لاحظوا شغلة حلوة. هلأ هون أنا triangle بالأصل هو عبارة عن right triangle، بما أنه right triangle يعني عنده زاوية 90. طيب معناتها جمع الزوايا التانيين الx والy قديش لازم يكون جمعهم؟ كمان لازم يكون جمعهم 90 automatically من التراينجل. طب لاحظوا إذا جمعت 75.5 وال14.5 كمان جوابهم بيطلع 90. طيب لاحظ شغلي هلأ بالتراينجل حلو كتير، إذا حسبت الساين x بتعطيني 1/4 وإذا حسبت الكوساين y بتعطيني 1/4، وهيدي لاحظناها هلأ من شوي لما حسبتهم. لاحظ الكوساين والساين بعدهم مكتوبين قدامكم، يعني الساين للانجل اكس هو ذاته الكوساين للانجل واي. يعني اذا كانوا عندي زاويتين بيساوي مجموعهم 90 فهيك فينا نستنتج رول. شو بتقول؟ ساين الاولى بتساوي كوساين الثاني، او كوساين الاولى بتساوي ساين الثاني. مش مصدقيني؟ روحوا جربوا هود الاكسرسايز اللي عم بعطيكم اياه هلا، جرب كوساين 20 وجرب ساين 70 على الكالكوليتر وشوف قد ايه بيطلع معك الاجوبه، رح تلاقي انه الاجوبه بيساوي بعض. طيب ما مصدق؟ جرب الكوساين 5 وجرب الساين 85 وشوفوا اذا بيطلعوا ايكوال ولا مش ايكوال. وهيك فيني اقول انه وصلنا لاخر الفيديو، واذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وشير. اهلا وسهلا فيكم على الماث فور فن، وباي لهلا.